السلامتكم وصباح الخير. اليوم بيبني دو ماشين بيان سور، مرحبا بكم في قناتي. اليوم حبيت ندير معاكم شخشوخه اللي نديروها في العيد، ولا على حبيتو ديروا بوسكسي، وان شاء الله ندير معاكم خبز العيد اوسي. اليوم شخشوختنا حنديروا شخشوخه الطفار. قبل ما نبدا نعطيكم مقادير، هنا راني حاطه بصله كما راكم تشوف، راني درت بصله. حنديرها بالدجاج، هي كي نهضر على قسنطينه نديرو الدجاج والحم. انا مش انا تجيني ثقيله بالحم، حبها بالدجاج. عندي معاها بيان سور كربوط حار كما راكم تشوفوا حار، عندنا حبه طماطم، عندنا لا طوماط كونسونطري، عندي مغرف تاع سمن، ملح، فلفل اسود، شويه زيت. هذا ما كان بيان سور جوبلي با شخشوخه تاع الطفر، هذه شخشوخه تاع عنب. وعلى بالكم حنايا في الشرق عندنا بليزيوغ فاريتي تاع الشخشوخه، كيما باغ اكزومبل عندنا شخشوخه الطفر اللي نديروها بالطفر، نشعلو على لاكوكوت مينيت تاعنا. وعندنا شخشوخه يعيطوا لها شخشوخه السيار، نديرو شويه زيت هكذا تو بتي بو بيان سور. والسمن اللي حاب يدير سمن يدير، حاب يدير زبده يدير، واللي مش يحب ما يديرش، بصح تجي بنينه. شوفوا في اللي في اللي هادو لي غوسيت تراديسيونيل لي فو يطيبوهم كيما راهم باردون، ما يصيركم والو ما في سمن شي حد زيد في لو بوا لا نديرو على ريجي. قلتلكم عندنا شخشوخة تاع السيار، تجي في سيار سبيسيال تندار فيه، يجي لي تخو تاوعو كاغي، طيب لا ميم شوز القرصة، و بعد يحكوها وهي سخونة في داك السيار طيح. كاين بلايص يعيطولها المريشة، واحد واش يسميها. عندنا اوسي فاريتي كيما قلنا تاع كيجيو كي المعارك، نعيطولها حنايا الشواط، كاين اللي يعيطولها شخشوخه الشواط، كاين يعيطولها نسيت واش يسميوها، جي اوبليي. تجي كي الورق تاع راني حطيت لكم الدجاج، دوك نقليوهم مع بعضهم. شوفوا لازمها تتقلى باش تجيكم بنينه. نبداو بالدجاج هو الاول. ما نشوفو جيت شخشوخه ما بيت من تتقلى البرمه، ندير لها شويه زيت باش كي نفوروها ما تلصقناش. دخلوا لها مليح الزيت هكذا شي بعدو حبيت وحبيت نعطيكم ثاني واحد الحاجه قاعده كما نقولوا، لكل كيلو شخشوخه يلزم له ان اي اليتري دي ايتا ونص تاع مرقه. كيما كي تمرقوا عطيك باش تمرقوا الشخشوخه تشرب، هي تشرب كومبات، ودي فوا كاين السيد يشرب بزاف، كاين اللي ميشربش، كاين تسمى لازم الشخشوخه دايما نديرو بزاف المرقه، لازم خلي على طون يسخن لي الماء بعد نوليلكم. شوفوا هنا يتقلات وبا، حبيت نقولكم هذا تحبوا ترميوه القر يتقلى معاها، اللي يحبوا الحار واللي ما يحبوش الحار نو خليوه من بعد نرميوه. انا ما نحبش بزاف حاره، نرميه مع لاصوص. دوكا نحطوا لا طوماط كونسونطري، وكشتوني مازال درتني بصل باردون ما درتش الملحه، كي قلت لكم لا دانيير فوا ما ديروش باسكو يطلق لكم الماء يولي لكم الدخان ناشف. دوكا نخليه شويه بلا طوماط ونحط. عندكم البصل انا خدرتو شويه خشين باسكو على بالكم بلي شخشوخه نصفيولها المرقه، سما انا بي با بيزون فريمون تحطو. عندكم حاجه واحده اخرى نوريها لكم، انا هذه كموستي تاع الحميصه، هذا طرف تاع لاكاس كبير، هذا سبيسيال حميصه نحط فيه الحميصه باش كي نفرغ ولا نصفي لاباك نتاعي باردون المرقه ما نبقاش نقي فيها بالحبه. كيما تجيني هكا سي بلو فاسيل لا اونفي ديرو سبيسيال كويزين. شير طرف لاكاس بصح كبير باسكو الصغار هذوك ما يديرو لكم والو، وخدمو بيه. خليوها تتقلى بعد نولي. شوفوا كي نسيب بلي دركا تلاقلي الما والطوماطيش، ندير مغرف ما قلت لكم انا نخدم تاع لي ميزور، هادي ترفد 4 غرام تكفينا، سا سوفي لارجمون، تجي الماكله بنينه ما با بيزون بزاف ملح. ندير لا طوماط كونسونطري نقليها معاها. شوفوا حنايا ماكلتنا اون جينيرال في الشرق عامة الشرق ما عندناش طنجيق لي عندنا ملح وفلفل كحل، الحاجه القرفه نديروها في الحلو ما نديروهاش في ماكلتنا خيبه ميم هذوك الحرور ولا واذا كثرنا عندنا التيبل وكرويه ماني نخلو بها.
الوغ ماذا بيكم شكشوكة ما فيها لا حرور لا والو، سي ملح وفلفل الكحل. أموال اللحم يطلق بنتو في لاصوص، لي ليغيم يطلقوا البنة تاعهم، تستبنوا الحاجة سا كوت غيان دي سي. هذا مكان كيما تعجبكمش دعيوا لينا دعوي خير دعوي خير بيان سور. ما عجبتكمش باسكو الماكلة سي ديكو، كل واحد كيفاش يطيب، كل منطقة نورمالمون نفرحوا بعضنا حنايا باسكو لا اون ديفيرسيتي في الطياب، في الهضرة، في اللبسة، في ماشي اون كريتيك. حنا اون باس نوتخ طون اكريتيكي، اون كريتيك بعضنا. انا نشوف دوطخ شان ناس كيفاش يطيبوا لي زوطخ بيي، فو فوا كيفاش مع بعضنا سون سوليدير. غير حنا اون اكسبت با، حنا عندنا هذه الجهويه بزاف. كيفاش تقول انا نهضر جودي كونستانتين مو جو في لي بلاطا وعنا، مي سي جو في هكا تاع الجزائر ولا نقول تاعهم وندير على كيما يديروه ماليها كيما هما على المهالي بسكين جي نقولها وريلي، ماشي حنخرط من راسي نقول يديروها هكذا نو. كل واحد انا نطيب ماكلة بلاد نديرها على قانيها كيما انا يديروها هما، نزيد لا اضافه لزوج اضافه ندير لا ديكوراسيون باو شوز مقليوها مليح. ومن بعد نجيو كي قلنا ملح وفلفل كحل. هذا كي اسمه كي نمرق نرميه ونرمي وحميصة. دوكا نجي هاني نمرق بومتي بسم الله. نرمي القرن تاعي ولا الكابوط تاع الحار، نرمي الحميصة خليهم يغلي مع بعضها. بغا نشوف اللي حبيت نعطيكم استيس، راني قاعدة نسخن في الماء باش شتو البرمات تاعنا. شوفو حبة تاع القعص ولا لا، هادو نديروهم كي تعود باغ اكزومبل برمة شتو ديما كي نغليهم فيها، سوا هادو تاع تيفال ولا برمة وحدة أخرى، يديرو الكالكير ولا البرمة الأخرى من الغلية تاعهم تولي كحلة. ارميو حبة قعص يشونجون با ني لودور ني غير تاع الماكلة، وتقعد لكم طنجرة جديدة. شوفو راني حطيت شخشوختنا تفور، حطها واحد لي 10-15 مينوت حتى تفورن مليح. انا نفورها 3 خطرات. شوفو نفورو دو فوا، اذا حنجمروها نجمروها يسمى نديرها في طنجرة نصب عليها المرقة ابتي فو حتى تشرب. وانايا مانيش حابة نجمرها باسكو جاني غتلصق، ما كي ديرولها تلصق كي نقولكم لو كونتخيغ نو. الوغ جو بريفيغ 3 فوا نرمي لها المرقة ونخليها تشرب، وبعد نتوما كل واحد واش يدير. نلتقي بعد حين. بون شوفو دوك هاي فارت المرة الأولى، حنجيب ندير لها طرف زبدة تاع عرب. ماذا بيكم زبدة تاع بقرة تاع العرب تاع بقرة الأولى، حلوها بيها ونغطيها حتى تذوب. ودوك نجي نبخها ولا نبلها بشوية ما، هما يديرو الماء حنا نديرو معاها الماء تاع البصل، ماء وماء البصل. صديق كي ترابيو البصلة خي يهبط منها الماء، هذاك الماء خليوه ما تجيكمش بزاف باسكو حنا عندنا كسكسي في قسنطينه معروفه به عيطولو المحور، هذا سبيسيال. تاني نبلوه بالماء تاع البصل. بون نجيو هنا نسقيوها بشويه ماشي نديرولهاش بزاف الماء باش ما تشرب. بسم الله قلت لكم ماء وشويه ماء تاع البصل، راني مخلطتهم مع بعضهم. ايوا باش نخليوها تشرب باش نعاود نفوروها لا دوزيام فوا. وي تسكا شوفو بسم الله، انا اللي ندير وهي تشرب. نزيد لها شويه شوفو هنا هاد المرقة تاعي صفيتها، نحيت الدجاج نحيت الحمص وصفيتها، هاهو صفيتها في الكسكاس. نجي دوك هذه شخشوختي هاهي نحيتها. شوفوا كي نرفد هكا كي تشوفوا الفار طالع، باسكو دوك قلبتها من الكسكاس، ماشي نقلبها من الكسكاس من نجي نصب فوقها المرقه من نو. خليوها تهدن شويه باسكو تولي لكم خبزه، ومو نحلو هذوما هكا شويه بيدينا باش نوري لكم. شوف هاهي نجيب انا هنا المرقه هذه تاعي هاهي، واش ندير المرقة نجي نهز لها ليدام هذا لي الفوق. شوف ليدام فوقاني كيما نديرو للطعام تاع العراس، نقولو نصمغو الطعام تسمى نرفدو ليدام لي تاعو لي يجي من الفوق هو اللول، نصب بيه نسقي بيه هو اللول. واحدة تاعي بون مبقتش نرفد من كوش هكذا
Je sais pas que je dis comme je suis à Touila, ça a dit pour expliquer la charchoukha comment ça se passe. باش كي حبي ديماجي شخشوخه نديرها هكذا على اصولها، كل حاجه تاع بلاد ديروها كيما يديروها ماليها، هذا مكان ومن بعد سيديغو. باهاني كي تشوفوا هنايا كيفاش راني ندير، نخلط هذاك ليدام تاع البر هو الاول، ومن بعد نسقيها بشويه نخليها تو بتي بو هكا بهذايا، ودركا سوا نديروها في الطنجره نحطوها فوق النار تتجمر، وانا نروح نصب المرقه ونغلق عليها ونخليها تشرب خل ما نجمرها. شوفوا حنا هاني صبيت لاصوص غطيتها كومبلي بها، دوك نغطيها وخليها تشرب. هاي شخشوختنا بعد ما سقيتها مع القرن تاع الحار اللي يحبوا الحار، درت لها الحميصه في الوسط، وهادو برك طلع فرصفور، هادو الزبده الحره نديروها من فوق تطلق واحد البنه جودي با كون عليا انا كل مغرف معاها طرف زبده، غير الواحد يخاف شويه برك من لو بوا. ان شاء الله يا ربي شخشوختنا جربوها وتعجبكم، وقولوا لي وما تنساوناش دائما نعاود لكم دير لايكي ابونيفو.